راهم يوجدوا لمرحلة إرهاب وأعنف من إرهاب التسعينات. النظام اللي راه يوجد فيه بيسور أعنف من إرهاب التسعينات باش يقضيوا على الشعب هذا بصفة تامة وشاملة وعامة، ما يبقاش يهز راسه من الماء. فحذاري 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 من الخروج دون هيكلة سياسية، فحذاري من التحرك دون هيكلة سياسية. ما تتبعوش الناس اللي ما جابوا حتى فايدة من قبل ومش حين يجيبوا من بعد وما عندهم حتى حلول. سلمية سلمية أقوى من رصاصهم، جابت لكم الهم والتبون والميزيرية. سلميتنا أقوى من رصاصهم وما تخرجوش ممثلين، جابت لكم حكومة أحمر من أحمر من أحمر الحكومات اللي عرفتها الجزائر تحكم فيكم. هاد الناس ما تتبعوش هاد الأبواق هادو جماعة. لا بوليتيك سوني با فيسبوك ويوتيوب، سا جو تيان بريسيزي. La politique, c'est du terrain, c'est un travail terrain. Et sur le terrain, on n'a pas de politique. عندنا جماعة إرهابية تنشط هي الإسلاميين بكل كيما راهم. Parce que même مقري وصحابو إرهاب باش نتفاهموا باش نخلصوها من الآخر. أو إرهاب إسلامي وجاب الله عبد الله. شوفوا جميع من واحد يتلاعب بالدين على أساس سياسة فهو إرهاب عرباني تركي. يعني خليجي تركي خاطئنا. وهو إرهاب. الأصل نتاعو إرهاب تدمير تعتيم العقول قتل كل من هو متحدث باللغة العربية والله يقتلوا المخ نتاعو. واللي حب ما يناقشني ما والو، يقارن بين الدول المسلمة اللي ما تهضرش اللغة العربية والدول المسلمة اللي تهضر العربية، ولكم المقارنة. شوفي الخطة هذه elle sera appliquée à la méthode égyptienne ce qui s'est passé avec Morsi et صحابه. sauf que ما يخليوش الإسلاميين الخطرة هذه يلحقوا البوفوار ولا ils vont provoquer des tensions par rapport à des élections futures. le même schéma des années 90 ils sont en train de le faire ويوجدوا له في les ingredients تاعو. alors d'abord بداوا بالشعب حركوا بيان سور العناصر نتاعهم داخل التيارات نتاعهم، لأنه الناس كاين ناس حاسبين بزاف الناس باللي معارضين تاع الصح كيما رشاد راهم يخدموا في النظام 100% 100%. والنتيجة كاع الناس اللي تبعوهم ومشاو في الخطة نتاعهم، ثورة الابتسامة ثورة الابتسامة، راكم في الابتسامة درك. روحوا شوفوا الابتسامة على وجوه ناس ميلا اللي نتأسف ونتأسف ونتأسف وأتضامن معاهم يعني قلبا وقالبا. روحوا شوفوا الابتسامة، روحوا شوفوا الابتسامة في وجوه الناس. تعرفوا الابتسامة وين تشوفوها؟ في الناس اللي في الفلوكة وشافوا الأراضي تاع إسبانيا ولا تاع إيطاليا. وهذا وصمة عار، هذا عيب على دولة كيما الجزائر ولادها هاربين وفرحانين عادوا يلحقوا حتى الزرانجية والدرابكية دي زوركستر يلحقوا. Donc monsieur Rahmani, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes appellent à la reprise du Hirak en force. Qu'est-ce que vous en pensez de, ce, de cet appel encore une fois, Hirak sans gouvernance. شوفوا أيها الشعب الجزائري، je vais le dire en arabe et en français. الناس اللي يقول لكم وليوا للحراك بدون قيادة، هذا عبث وتلاعب بكم. وعلى بالنا شكون قاعد يقول رشاد وصحابهم وبعض التيارات اللي في الخارج، اللي في الداخل هذوكم ما يهضروش، هذوكم ما هذوكم يصليوا اوفيسيالمون للحكومه وتبون والغوفرنمون والاقدام البيضاء والجنرالات ما يهمناش. دونك هنا الناس اللي راهي تهضر في الناس سيرتو تاع الخارج سيرتو في لي ريزو سوسيو ساي فور سافوار. تخرجوا بدون قياده فونوري ريان، ما توصلوا لوالو. قلناها لكم من قبل كذبتونا، بصح الشيء اللي قلناه بكل خرج صحيح. راكم تبعتوا الناس اللي ما مش عانفين، وين وصلتوا؟ راكم في الزبل غارقين. سي نورمال كي تود لا ريفيرونس بوليتيك ان امير زبل اي ان ابروتي ديسلاميست مبيوع للترك ويزيدوا يقولوا هالكم عندنا تحالفات مع تركيا ومع قطر. صحة يعني احنا دي زاجون تاع لا تركي وقطر نتاع الانترناسيونال اسلاميزم وفي المؤتمر يقولوها صحة ومازالوا عندنا البهايم البغال اللي يتبعوا. بايكوتي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. بصح الخروج بدون قياده سياسيه خطا، الخروج بدون قياده سياسيه خطا
الخروج بدون قيادة سياسية خطأ. لازم قيادة سياسية، لازم خطة عمل، خطة خروج، برنامج. هذه راهي حرب، راهي معركة حربية سياسية، مش لعبة، مش تحويصة، مش امبالاد. شوفوا نجيبها لكم من الاخر. تو لي اسلاميست سبيسيالمون جي سيبل هما، الاخرين ما اكزيستيوش باسكو الاخرين ان اكزيستون. هذوك اسو لي كومباني هذوك سي دي لي اسلاميست سبيسيالمون باسكو نو نو مي هذوك ان اكزيست با لي اسلاميست. علاش يز اكزيست الاسلاميين؟ علاش كاينين؟ علاش؟ باسكو مامش جزائريين المنفد، ومامش جزائريين الامكانيات، ومامش جزائريين كما نقولوا حنايا التعليمات. هادوك خاوانا عايشين في وسطنا، اكانوا السلفيه اكانوا الاخوانيه كاع كيما راهم خاوانا. اللي خاين اكتيف وكاين خاين بوتونسييل وكاين خاين باسيف وكاين خاين اون اتونت خاوانا. وهادوك هما لو فوايين تاع الارهاب بالعاطفه الشعبيه، يخلقوا لك دي فواي تاع ارهاب بيان سور غير منظمين وما يوصلوش، لانه عمر الارهاب الاسلامي لو وصل للجهه. خيرات افغانستان ماشي الافغان اللي يديو فيها، السودان تقسمت على زوج، جات دخلات على دين باباهم الكلب، مصر طلعوا رئيس الدوله للحبس ومات ثاني كيف كيف. دونك هادو هما الخوانه. دونك الخروج دون قياده سياسيه هذا على واش؟ الخوانه واش يحوسوا؟ يحوسوا على انتخابات، يحوسوا يديو دي بار. يعني بور لا بوليتيك سي ان مارشي، يديو لي بار نتاعهم منه. بيان سور عندهم لابوي تاع لا تركي درك في ليبيا، لا تركي الفا اونفاير بوكراي، بوكراي لا تركي تحبس في ليبيا، الفا لي نيجير، الفا لي مالي، الفا لي اون سنتر افريك ما تقدرش، كاين الرواسة. الفا لي نيجير ومالي سي ديجا بوكو. اكوتي مدام، حنا رانا نهضروا مع الناس باش الناس، فالناس اللي تسمعنا تفهم شويه. بيان سور انا واحد اللي يتبع امير ديزاد ما يقدرش يسمعني، محال ما ينجمش. امير ديزاد سا فونكسيون سيتي دو دوكوبي لي اسبري دي بيرسون كي ايتي بوتونسييلمون ا فافير كيلكو شوز. توت افي توت افي. نو مي انا بريتي كيما هذاك ومام المعلم تاعو الاخر. بون لا كيستيون مي بوزي مدام ولا نجاوبها باسكو بوزو لي ناس. قال لي كيفاش انت كنت تتصل اي تو فولي كو راشيد بارتيسيبو كونغري؟ وي وي توت افي سي كيستيون كي روفيان سوفون. شوفوا نعرف راشيد من نهار خلقت، نتفاهموا، ونعرف لي دوسو تاعها، وعلى بالهم بلي نعرف لي دوسو تاعهم سا مي كونسيرن با. حنا حطينا حاجز لما خلقنا جبهه القوى الحيه، خلقناها قبل 22 فيفري، خلقناها على 27 ديسمبر 29 ديسمبر 2017. لما جاء 22 فيفري كملنا في نفس السياسة، الجزائر لازم تغيير. دونك تقارب ما قبل 22 فيفري ما نحسبوا عليه ما نحاسبوا به،